بحث رئيس هيئه قناه السويس الفريق اسامه ربيع مع الرئيس التنفيذي للعمليات باداره المنظومات الصديقه للبيئه لدفع وتوجيه الوحدات البحريه بترسانه هيونداي للصناعات الثقيله بارك جون كوك بحث معه سبل التعاون المشترك في مجال بناء السفن والوحدات البحريه المختلفه كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي ما بين ترسانات وشركات هيئه قناه السويس وترسانه هيونداي للصناعات الثقيله جاء ذلك على هامش الجوله التفقديه لرئيس هيئه قناه السويس بالترسانه بمدينه اولسان بكوريا الجنوبيه كما شملت الجوله التفقديه بترسانه هيونداي للصناعه الثقيله احواض بناء السفن ومصنع محركات السفن وقطاعات الجوده والامن الصناعي وغيرها